أخيرا من أسئلة الأخ يقول: ضابط أخذ العربون في البيع والشراء وفضيلة الشيخ إذا تركه هل عليه شيء؟ تركه أحسن لأن فيه خلاف. العربون هو ما يدفعه المشتري للسلعة لأجل أن يستخير هل يأخذها أو لا، يدفع العربون للبايع، فإن عزم على أخذها كمل له الثمن، وإن لم يعزم فإن العربون يكون للبايع في مقابل ما حبسها عليه. وهذه مسألة خلافية، الجمهور على أنه لا يجوز. الإمام أحمد يرى أنه يجوز ذلك لأن عمر رضي الله عنه دفع العربون على يد وكيله في مكة لما اشترى له دار السجن، أعطاه بعض الثمن وقال أراجع عمر، فإن رضي أكملت لك. هذا دليل على جواز بيع العربون.